بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي الدكتور حسام توفيق، أستاذ في كلية طب الزقازيق، أستاذ جراحة الأوعية الدموية. أنا هنا في مؤتمر الـ AVC أو الألكسندريا فاسكولار كونفرنس، ويسعدني ويشرفني أن أنا أكون من ضمن فعاليات هذا المؤتمر الشيق الواضح المفيد لكل الأجيال سواء الكبار أو الصغيرين. وأخص بالذكر أخي العزيز دكتور وائل شعلان اللي تفضل بالاتصال شخصيا ودعواتنا فرد في القسم. رقم 2، أحب أتقدم بالشكر لشركة أيكوم المسؤولة عن التنسيق وتنسيق الفعاليات بين الناس وبعضها، بأنهم اتصلوا بيا شخصيا حوالي مثلا 4 مرات أو 5 مرات، ودي ما بتحصلش في شركات أخرى بدون ذكر أسماء. أنا في الجزء ده من الفيديو بتكلم عن الكاستر بتاعة الغسيل الكلوي أو الدياليزيز كاستر، ودي في منها أنواع كتير جدا. يمكن آخر نوع لسه كان من 2 3 كده معايا شركة اسمها سنشرو فلو مثلا، دي أمريكية. الغرض منها أو التكة اللي فيها إن طرف السحب بتاعها غير طرف الترجيع بتاع الدم، بيبقى فيه كيرف بسيط بين الاثنين بيبعدوا جدار الفين عن بعضه خالص. يعني وجود الكيرفز عكس بعضها كده تخلي الفين بعيد، الوول بعيد، وبالتالي مفيش السكشن المزعج اللي بيحصل. في قبل منها المرحله اللي قبل منها كان الفرعين ماسكين في بعض بس بيفد، في قبل منها الفرعين لازقين في بعض وفي مسافة بينهم حوالي مثلا 5-6 سنتي، كان في لها شولدر عند الجزء البروكسيمال منها، وكانت باستمرار بيحصل فيها تيب ثرومبوزس وتيب انفكشن. والثرومبوزس والانفكشن الاثنين معوقين جدا لدكتور الغسيل الكلوي. في قبل منها كمان القسطرة العادية اللي هي المؤقتة اللي المريض بيستخدمها وسعرها أقل شوية، وبتركب عن طريق عندنا 6 أماكن لتركيب القساطر دي، 2 في الرقبة و2 تحت الترقوة و2 في الفيمورال. فأحيان كتير بيحتاج دكتور الكلى لمساعدة الجراح انه unfeasible أو not easy to insert the caster، بيلجأ للجراح نعملها اوبن. انا شخصيا بحب اشتغلها اوبن لانها مور ايزير ليا كجراح، والافضل ان انا افتح يا انترنال جاجولار فين يا سب كليفيان فين يا اما الكومن فيمورال فين، وممكن ندخل من السافنس للكومن فيمورال فين، ودي ابروتشز كلها سهله ومره في الثانيه في المشاهده، يعني في الثياتر الكلام ده بيبقى بسيط. شكرا جزيلا وأرجو التوفيق للجميع.